يحظى المغاربة المقيمين بالخارج بمكانة خاصة لدى الملك محمد السادس الذي يولي اهتماما بالغا بقضاياهم ويعبر عن ذلك في خطاباته الوطنية الهامة. ففي الذكرى 49 للمسيرة الخضراء أبرز الملك محمد السادس مرة أخرى اهتمامه العميق بالجالية المغربية، حيث خصص جزءا كبيرا من خطابه لدعوة الحكومة إلى إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بهم. ويأتي هذا التوجيه الملكي كخطوة لتعزيز التواصل الفعال والاستجابة للاحتياجات الجديدة للجالية، وذلك عبر إصلاحات تشمل مجلس الجالية المغربية بالخارج وتسريع إخراج إطاره القانون الجديد، بما يعزز دور هذه المؤسسة في خدمة المغاربة بالخارج. قررنا إحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، وذلك من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين والتجاوب مع حاجياتها الجديدة. لهذا الغرض وجهنا الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي على أساس هيئتين رئيسيتين. الأولى هي مجلس الجالية المغربية بالخارج باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة يجب أن تقوم بدورها كاملا. بخصوص خطاب صاحب الجلالة الله ينصره ولا يعطيه الصحة، كان لنا سرور كبير من اللي سمعنا المحتوى ديالو، لأنه من جهة كيبين بأنه ويؤكد على الأهمية اللي كيعطيها صاحب الجلالة الجالية المغربية بالخارج، وهذا كان عرفوه من مدة ودابا عاوتاني أكدوا بمعنوية كبيرة. وثانيا الأطروحة ديال صاحب الجلالة الله ينصره باش تأسسوا هذه المؤسسة المحمدية الجامعة المحمدية هي كانت خاصة فعلا، لأنه كان نقص كبير باش يكون واحد الإطار اللي غادي يجمع ويعطي ديناميكية كبيرة للفعاليات اللي عايشة ديال الجالية المغربية على الخارج. والمحور الثاني هو الأهمية ديال الجالية المغربية واللي نقدروا نقدموه للمغرب ديالنا ولبلادنا، ونحن جنود مجندين وراء صاحب الجلالة نصره الله، ونحاولوا ما امكن. وهذا الشيء علاش حنا هنايا في هذه المناسبه باش نشوفوا كيفاش نقدموا حسب الكفاءات ديالنا، كيفاش نعاونوا المغرب، كيفاش نقدموا المغرب ديالنا، ماشي الدعم وانما نعطوه غير شويه من داكشي اللي عطانا، لان كنا تربينا في المغرب، كنا قرينا في مدارس مغربيه بيبليك. وقد جاء التوجيه الملكي ايضا متضمنا خطه لاحداث المؤسسات المحمديه للمغاربه المقيمين بالخارج التي ستعنى بتنسيق وإعداد خطط وطنية تهدف إلى تمكين المغاربة القاطنين بالخارج من التفاعل البناء مع وطنهم الأم. وفي إطار هذا التحول أعرب الملك محمد السادس عن تطلعه إلى أن تطلع المؤسسة بدور حيوي في التأطير الثقافي اللغوي والديني للجالية، مما يسهم في المحافظة على الهوية الوطنية رغم البعد الجغرافي. هذا النهج الملكي يعكس الرؤية المستقبلية لدمج مغاربة العالم في مسيرة التنمية الوطنية وتوفير سبل تواصل سلسلة بين الأجيال الشابة ووطنها الأم. أما الثانية في إحداث هيئة خاصة تسمى المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، والتي ستشكل الدرع التنفيذي للسياسة الأمومية في هذا المجال. وسيتم تخويل المؤسسة الجديدة مهمة تجميع الصلاحيات المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين وتنسيق إعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها. اللي كيتلج القلب واللي فرحنا هو الخطاب ديال صاحب الجلالة الله ينصره بخصوص المؤسسة المحمدية اللي كتهم يعني الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ويعني هذا مبادرة يعني في المستوى اللي جات في وقتها، وحنا كننتظروا هذا القرار يعني منذ مدة، والحمد لله راه دابا متجندين وراء صاحب الجلالة للقيام يعني بما كل ما هو يعني في صالح الوطن.
وقد لاقى هذا الخطاب ترحيبا واسعا من المغاربة المقيمين بالخارج الذين ثمنوا مضامينه، معتبرين أنه يعكس اهتماما صادقا بقضاياهم وتطلعاتهم. وشدد العديد منهم على أن دعوة الملك لإعادة هيكلة المؤسسات المعنية بالجالية تأتي في وقت حساس، حيث تتزايد الحاجة إلى مؤسسات أكثر كفاءة وفعالية تلبي تطلعاتهم المتجددة. كما عبروا عن تفاؤلهم الكبير بتأسيس المؤسسة المحمدية، آملين أن تمثل نقلة نوعية في خدمة مصالحهم وتسهيل انخراطهم في مشاريع التنمية بالمغرب. يبرز الخطاب الملكي بجلاء رؤية الملك محمد السادس التي تجمع بين التقدير العميق والدعم المستمر للجالية المغربية في الخارج، فمع كل مناسبة وطنية يتأكد أن قضايا الجالية بالمهجر تحظى باهتمام كبير من قبل الملك محمد السادس، وتحتل حيزا أساسيا في سياساته وأولوياته. لموقع سفيركم الغالي محمد رشاجدة، بيرن.